داكشي اللي دار هذاك السيد مع الزوجة ديالو داكشي مقزز الصراحة. وانت واحد السيد اللي زعما مؤثر محشومة ديك التلمسات مكبوت باب طلاق عبد الله راه ما عنده تعلق بالخيال. وكنتمنى انكم تيقوني. عرفتي شحال من واحد كيصيفط لي لي ميساج وكيقولوا لي اعطينا الراي ديالك في داكشي اللي دار هذاك السيد مع الزوجه ديالو في غرفه النوم. المهم راه عرفتوني انا من كهضر ما بغيتش نسميه. اش غنقول لكم اخواتي ما عرفتش داكشي مقزز الصراحه. المهم انا ما جاي داكشي مبرهيش فهمت تبرهيش زعما وانت واحد السيد اللي زعما مؤثر وهذا وعندك افكار وداكشي وقناه وكتوجيه وداك التخربيقات راه داكشي راه ما يمكنش سميت حشومه حشومه. غنقول لكم اخوتي والله تا ان لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا هو اللي غنقول لكم حيت داكشي كاينين دراري صغار في الانستغرام كاينين امهات كاينين ناس كبار زعما حشومه ديك التلمسات والتعوجات وفي لا شومبر ما عرفتش داكشي ديال ما مكبوت ما عرفتش جاني عيب ما لقيت حتى شي مصطلح ما كيدارش داكشي في انستغرام زعما شنو ونفي لقيت كلشي خارج كيهضرت انا غنهضر. الوغ سبب طلاق عبد الله راه ما عنده تعلق بالخيانة راه كيضحكوا لي الناس كيبقاو يهضروا بحال هكا. السبب ديال الطلاق حاجة أخرى فهمتوا وما نقدرش نقول ولكن كنأكد أنه راه عاود لي كل شيء ماشي الخيانة. هذه من جهة. من جهة ثانية اش كتبقاو تقولوا ما نقدرش نعرفوا الكوبل اشنو كاين بيناتهم ممكن كنأكد بأن كاين شي أسباب فهمتو مشاكل عائلية وهذا وهذا والله يسهل عليهم دابا طريق جديدة واش هما غادي تبقاو أو باغ إكزومبل علاش كتبقاو على سارة مسكينة دار ليها فعل ليها دائما المرة اللي كتكون مطلقة كيبقاو دايما يقولوا مسكينة راه مالها إيطو باغ فوا سي لا بون ديسيزيون. شحال من صحاباتي كنعرفهم طلقوا وحسوا براسهم أحسن ربي يحلل الطلاق والحرام. ونقول لكم حاجه اخرى علاش باغ اكزومبل كتلقى دائما في كيطلقوا هذاك الكوبل كتلقى باغ اكزومبل الراجل كيدير حياته والمراه مازال سي جوست باغ اكزومبل على قبل الوليدات حيت سينو غياخذ لها الحضانه دونك كتبقى صابره واحد المده وهي كتكون مصاحبه وعايشه الحياه ديالها. شكون قال لكم بان السيد راه كات عليكم ساره دارت شي فيديو قالت شي حاجه صافي تا هي دابا تزوج ودير حياتها والحياة تستمر وتا هو من حقه أنه يدير حياته وحنا ما عندنا نبقاو نتفرجوا فيهم ونكومونطيو عليهم ولكن ما نحكموش عليهم ولا باش ننصحوهم ولا نقولوا لهم اشنو يديروا. سيدي زادولت دبروا راسهم كل واحد يديها في راسو ما تشاوروش معانا فين بغاو يجيو يطلقوا ما تشاوروش معانا فين بغاو يجيو يتزوجوا وما كيجيو يانفورميو كيديروا لافورماسيون وصافي ولكن من ما عندناش الحق عاوتاني ندخلوا في الخصوصيات ديالهم نقولوا لهم شنو يديروا وحنا اصلا ما عارفينش شنو بيناتهم فهمتوا. ودائما المراه مابقاوش نطيحوا بساره ساره راه هي عايشه حياتها ايل فاغو فيغ سافي ما كاتش ماش كات عليكم ما والو. وشوفوا المراه مطلقه راه بعض المرات باغ كونطخ كيبقى في الحال على السيد اللي تزوج بيها والله يسهل عليهم تاهم الله يسهل عليهم كامل كوساس وساره الاولى ساره الثانيه عبد الله هذا كلشي. ما عجبنيش الحال حيت دابا السيده يلا توفات لها ماماها الله يرحمها الله يرحم كلشي اللي مات هادي دو سمين وكان عيد ميلاد ديالها ياكو ودارت كاينه صوره فيها الحلوه وهذا نهضوا الناس قالوا لها واش انت ماماك يلاه توفات وهذا. اولا شكون اللي قال لك بان هي اللي دارت الاحتفال هو اللي دار لها لا سوربريز ها. ثاني حاجه من اي حق عندنا دابا السيده راه ماشي بيرسوناج بوبليك شي مازال بيرسوناج بوبليك عندنا الحق ان لان ضريبه شهره ما عندناش الحق نهضروا عليها نو هو اللي كيبوستي
هو اللي كيهضر عليها ماشي هي، ما عندناش الحق. وثالث حاجه غادي نختمها ما عجبتنيش كاع هي ان مراته جديده حيت راه تزوج بها. والله يسهل عليهم، الله يسهل على ساره، الله يسهل الجميع. البارح حط دي ستوري شويه في شكلته ما شفتوش دخلت شفتهم شويه في شكل وي بيتيتر، ولكن عندها جوج قراءات راه ما ندخل نعمقوش. وشغلو هذاك يدير اللي بغى يدير، فهمتوا؟ واحد كيكون طايق في راسو عارف راسو شنو كيسوى ما غيتاثر بهاد لي ستوري اللي كيدير هوايا. تالينا الموضوع، انتما قلتوا لي بان ما يقدرش نعرف شنو في الكوبل، انا غير جاوبتكم شنو هو السبب، يعني ليس بلي حتى دابا كاين اللي شكوا بانه هو كان كيخرج مع هاد السيده فين كانوا مزوجين. لا لا والو، لا لا، واش اللي كاين علاش خاص العيالات بعض المرات كنبقاو نديرو كنكونوا مع الرجاله ما مرا ومرات امه اخته وسي با بيان. قولي البنات اللي قبل ستوريات اللي حط البارح، لا سي با كول، لا حتى انا حتى انا معاكم ش بص حيدهم، حيت دخلت ما شويه مبرهشه شويه 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 مبرهشه هادشي. ما فيه جوج قراءات ستوريات البنات، فهمت؟ دو ليكتور لول. المهم شوفوا ش بونس كو ساره ما غاديش تاثر بزاف، غادي تكون ديجا عارفه الشخص كيفاش داير وكيفاش كيفكر وكيفاش كيدرس وهذا، ديجا عندها ديجا قاريه مزيان. دونك شوف صاحبتك فاش كدافع عليها، انا فهمت شويه البلان. دونك دبروا راسهم، وغادي تكون غير درس لينا حنا كاملين البنات، وفي نحبو ما نحبوش 200% نحب ما نبقاوش نهضروا خايب على الناس. كي غادي يدير حياته ولا دايراها، وكل واحد والله يسهل عليهم. اوكي اداونا هاد الناس ديروا لينا شي حاجه حنا بشنو هو ها كنختار نديوها في الروس، ونهار يعاودوا نكسام الحقنا اننا نعطيو الراي ديالنا. كانوا ما اصلا ما قالوا حتى شي حاجه وما عارفينش شنو كاين. كليسا مراه مطلقه مشي عيب ومشي مسكينة، والمرأة ولا الإنسان اللي فقد ماما هو باباه مشي سقط شي واحد أنه يدخل واش نخصو يدير، هادي يديرها ولا ما يديرهاش. وكتلقى الأغلبية اللي كيقولوا هاد الهضره ما مدوزينش الموت في حياتهم، مازال كيقولوا بابا وماما، أما حنا راه ما كنقولوهاش، فهمتوا؟ كتلقى شي واحد قريب لك كيبغي يحاول مسكين ينسيك، وفهمتي يبدل الجو ولا شي حاجه فيها باس. اصلا يكونوا الوالدين كيوصيو كيقول لك في الموت وقف وما ديبريميش وما تبكيش عليا. شي واحد النهار غتفهموا هاد الهضره اللي كنقول، عمركم ديروها خويمو، ماشي مجبرين نبينوا لكم بان راه مأثرين ولا نبدا نبكي عليكم. شي الله تكونوا حكارة محترمة الوفاة ديال باباها ولا ديال ماماها، داكشي بيني وبين الله وبيني وبينهم. عافاكم، انا عارفة بعد الاحساس ما غاديش تحسوا بيه لان مازال عندكم في الحياة، ولا ما دوسوش انتم صغار. انا راه فقدت بابا على الاج دو 13 يعني 13 عام، ما شافني لا درت الشباب ولا المراهقة ولا الخدمة ولا حتى حاجه، فهمتوا؟ دلعيني بانني ما نو مي الله يصبرنا، الله يصبرنا وصافي ما تحكموش. يلا خليتكم وشوفوا الستوريات العجيبه اللي دايره لكم دابا، باش نضحكوا شويه، تفائلوا طاقه ايجابيه، ضحكوا وفرحوا الناس. شي حاجه راه بيني وبين الله ربي كبير، الا عبد الله غلط راه غادي ياكلها، الا ساره غلطات راه غادي تاكلها، الا ما كلاتهاش راه تاكل، الا ما كلاتهاش انا تاكلها الفوق عادي جدا. زعما ماشي حنا اللي خصنا نديرو العهد والناس، انتقاد ولكن بيرسوناج بوبليك
هي اصلا يلاه درت الكونت، مازال شي يكون درت الكونت شحال هادي وبدات كتحط وتبدا تدخل في المعمعه. نتوما ما عارفينش العلاقه اللي كتكون بين با اكزومبل الانسان مع الام ديالو والاب. بعض المرات كيقولوا باي نقول لكم حيت انا فين فقدت ولاج دو 13 ans راني دوزتها ومازالش، وقليل اللي كيفهمنا حنايا، قليل. كتلقى الاغلبيه اللي كيهضر بحال هكا كيكون عنده بابا وماما كيقولها كنطق بها، حنا ما كنطقوش بها. دوك اللي كيحس بينا الا ولي داز من هاد المرحله. بعض المرات ما خصناش ندخلوا في ديك لا ديبريسيون، خصنا نديروا لو داي. وكيجيو الاقرباء كيبغيو يديروا اي حاجه باش يفرحوا، والحزن ديال شي واحد كيمشي لك باباك ولا ماماك راه ماشي زعما ما كتحس بها من بعد ربع سنين، حش يكون بعد سنين هاديك الساعات كتولي ما عندناش الحق نهضروا عليها. بابا والعلاقه مع ماما الله يرحمها حشومه حشومه حشومه، كنقولوا الله يرحمها والله يصافي. فين تشوف شي انسان كيدير شي حاجه تبقاش فينا هاد الطاقه الخايبه. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.